ولتحليل أبرز ما جاء في الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر زوم من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. مساء الخير أنجي، شكرا للاستضافة. مساء النور. يعني السوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، ما توقعات حضرتك؟ وهل نشهد خفضا كبيرا للفائدة أم 25 نقطة أساس فقط؟ بكل تأكيد قرار اليوم أو اجتماع الفيدرالي اليوم هو يعتبر واحد من الاجتماعات المهمة، نظرا لأنه بكل تأكيد الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة كما أشار جيروم باول في الإشارات الأخيرة أو في مؤتمره الأخير السابق. 25 أو 50 نقطة أساس هو السؤال المهم كما تفضلتي أنجي. نعم. ميول شخصي بأن 25 نقطة أساس قد تكون كافية للفيدرالي الأمريكي للبداية، مع أنه المؤسسات المالية تشير بأن 50 نقطة أساس قد تكون واردة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، نظرا لأنه إشارات وأسواق العمل في الفترة الماضية قد فتحت الباب بأن 50 نقطة أساس قد تكون على طاولة الفيدرالي الأمريكي لمحاولة دفع النمو الاقتصادي، دفع أسواق العمل. لكن الميول الشخصي أميل إلى 25 نقطة أساس، لأنه بكل تأكيد عندما يبدأ الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار على ما أعتقد يجب أن يستمر في المقدار في الاجتماع التالي، فبالتالي لو كانت 50 نقطة أساس فسوف تفتح الآفاق نحو خفض أسعار فائدة مرتفع في الاجتماع القادم، وسوف يعطي الأسواق بعض المخاوف بأن الفيدرالي الأمريكي قد تأخر عن تخفيض أسعار الفائدة من ناحية أخرى أن الفيدرالي الأمريكي يعلم بأن النمو الاقتصادي قد يتجه إلى مرحلة سلبية في الفترة القادمة، فبالتالي 25 نقطة أساس قد تكون هي بداية جيدة في دورة تسهيلية من ناحية، ناحية أخرى قد تكون دافع جيد مع البيانات الاقتصادية الغير مجبرة للفيدرالي الأمريكي من جميع النواحي، سواء كانت من التضخم ولا يزال عند 2.5%، أي لا يزال الفيدرالي الأمريكي يحتاج للوصول إلى 2% بعض الوقت للوصول للتضخم إلى المستهدف، كما أن النمو الاقتصادي لا يزال عند مستويات 3%، أي أن النمو الاقتصادي يعتبر جيد، فالفيدرالي الأمريكي غير مجبر لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. المخاوف الوحيدة هي أسواق العمل، وهي إشارات الفيدرالي الأمريكي أن هناك مخاطر مزدوجة هي ثبات الأسعار مع محاولة وصول إلى أسواق العمل بشكل كامل أو التوظيف الكامل كما أطلق عليه الفيدرالي الأمريكي، فهي الإشارة الوحيدة المخيفة هي أسواق العمل. لكن أعتقد بأن أسواق العمل حاليا تعتبر جيدة، البطالة استقرت في القراءة الأخيرة، انخفضت من 4.3% عند 4.2%، فأعتقد أن 25 نقطة أساس قد تكون هو الخيار الأنسب كالبداية. وشيء وأود أن أذكر هنا بأن اجتماع اليوم، اجتماع شهر سبتمبر الربع السنوي، الفيدرالي الأمريكي ينشر فيه المخطط النقطي لتصويت أعضاء الفيدرالي الأمريكي نحو الفورورد جايدنس أو التوجيهات المستقبلية لأسعار الفوائد، فبالتالي الفيدرالي الأمريكي لديه بطاقة، لديه سلاح قد يستخدمه بأن دورة السياسة النقدية التسهيلية قد تكون مستمرة للاجتماعات القادمة، أي 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم و25 نقطة أساس في اجتماعات نوفمبر وديسمبر قد تكون كافية لتفاؤل الأسواق في الفترة القادمة. إنجي أستاذ أحمد، في ظل ارتباط الفائدة بالتضخم، هل نستطيع القول أن الفيدرالي الأمريكي سيطرع التضخم؟ هي المخاوف الوحيدة التي قد يثيرها الفيدرالي الأمريكي لو خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أنه لم يصل إلى السوفت لاندينج، أي بأن لم يصل أرقام التضخم المنخفضة مع نمو اقتصادي مرتفع. السيطرة نعم، انخفاضاته أو تباطؤ التضخم من 9.1% إلى 2.5% تعتبر جيدة إنجي، لكن المخاوف الوحيدة أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة في مكونات التضخم. أود أن أذكر هنا بأن التضخم الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مرتفع. عندما ننظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة وطبعا أسعار النفط منخفضة حاليا، هو لا يزال مرتفع ولا يزال عن مستويات 3.5% تقريبا 3.4%، فبالتالي لا يزال هناك بعض المخاوف بأن موجة قادمة بالنسبة للتضخم قد تكون قادمة. نحتاج قراءات منخفضة لتضخم الخدمات في الفترة القادمة، نحتاج قراءات قد تكون معتدلة بعض الشيء للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها على ما أعتقد قد نذكر بأن الفيدرالي الأمريكي قد انتصر فعلا على التضخم، لكن حاليا هو التضخم مسيطر عليه، لذلك سوف يتجه اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة. هناك مخاوف من حدوث ركود أو ركود تضخمي، هل تتفق مع تلك المخاوف؟ أعتقد أنجي قد نحتاج متابعة البيانات الاقتصادية في الفترة القادمة بشكل كبير جدا. حاليا
لا هو ركود ولا ركود تضخمي. اللي حتى الآن القراءات بالنسبة للنمو الاقتصادي تعتبر جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، آخر قراءات سلبية كانت منذ عام 2021، فبالتالي القراءات بالنسبة للنمو الاقتصادي بشكل استثنائي تعتبر جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك استثني حاليا مرحلة الركود إلى العام القادم، إلى أن يبدأ الفدرال الأمريكي أو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية التأثر بالفوائد التي تنخفض حاليا، حينها نحتاج متابعة أرقام النمو الاقتصادي. لكن حاليا لا ركود ولا ركود تضخمي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن كما ذكرت إنجي، يمكن قد استشعرت بعض المخاوف بأن أحتاج قراءات اقتصادية قادمة في العام القادم مع تخفيض أسعار الفوائد للوقوف على حالة التضخم، ألا يكون هناك موجة قادمة بالنسبة للتضخم وأن يعيد سيناريو جديد بالنسبة للفدرال الأمريكي كما كان في عام 1980، أن يعيد موجة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. لكن حاليا لا هو ركود ولا ركود تضخمي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكما ذكرت نحتاج إشارات أكثر لأن يصل الفدرال الأمريكي إلى السوفت لاندينج أو الهبوط الثالث. في ضوء ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي، ما نصيحتك أستاذ أحمد للمستثمرين بشأن شراء الذهب؟ قد يكون إنجي بالنسبة لأسعار الذهب عندما ننظر لها على عوائد سنوية، أسعار الذهب يمكن أعلى عوائد سنوية كانت هي مستوى 30% بالنسبة لعائد سنوي بالنسبة للذهب. حاليا نحن ما يقارب 23% ارتفاعات أسعار الذهب منذ بداية العام، فبالتالي قد نقترب من قمة أسعار الذهب بالنسبة لحساب العوائد السنوية بشكل كامل. لكن عندما ننظر بكل تأكيد الذهب هو أداة لا تدر فوائد، فبالتالي قد يكون هناك اتجاه بشكل كبير للفترة القادمة في عام 2025 لشراءات الذهب مع انخفاضات أسعار الفوائد، إذا ما تبنى الفيدرال الأمريكي وتيرة أو تسلسل تدريجي بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، فحينها قد يكون هناك مرور بشكل كبير للذهب على المدى الطويل. على المدى القصير بالنسبة لاجتماع اليوم قد نحتاج متابعة إذا الفيدرال الأمريكي اتجه إلى 25 نقطة أساس، قد تكون هناك صدمة في الأسواق. التفاؤل الكبير بأن 50 نقطة أساس لتخفيض أسعار الفائدة كانت قد احتسبتها الأسواق بنسبة تقييم ما يقارب 70%، فلو جاء تخفيض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس قد يكون هناك ارتفاعات للدولار الأمريكي مع انخفاضات لأسعار الذهب. فبالتالي على المدى القصير إذا ما اتجهنا إلى 25 نقطة أساس أعتقد بأن الذهب قد يسجل بعض الانخفاضات على المدى القصير. وضحت النقطة. بشكر من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، لمشاركته معنا اليوم. شكرا لحضرتك.